كابتن كبير نبيل معلول، يعني احنا من محبينه والمعجبين فيه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه في كل خطوه يخطيها، لانجازاته وبصماته مع المنتخب التونسي واخواننا وشغانا هناك، ولا انجازاته وبصماته مع منتخب الكويت، وللاسف ما كمل، وان شاء الله بالمرحله القادمه يقود منتخبنا. اي والله هذا سبب زيارتي معناها للكويت الشقيقه الحبيبه، وبهالمناسبه معناها نشكر كل معناها الشعب الكويتي على الحفاوه الكبيره اللي لقيتها منذ نزولي من الطائره الى حد الان الحمد لله، وجيت معناها باش نطمن على سلامته الحمد لله ابو مشعل الشيخ طلال الفهد اللي رجع بالسلامه من فتره علاجه في لندن الحمد لله وشكر لله، وطمنا عليه وزياره خاصه معناها ابو مشعل، وغدوه نرجع باذن الله. علاقتي انا بالكويت وعلاقتي انا بالشعب الكويتي ما تسمحنيش انا باش معناها باش نقوم قضيه، صحيح تاخرنا شويه او تاخروا شويه نوعا ما الاخ والاخوه على مستحقات 3 سنوات، لكن هذا يعني ما لا شيء، معناها اذا كان انا ما نصبرش على الاتحاد الكويتي مين حيصبر على الاتحاد الكويتي؟ لو قدم لك عرض من الانديه الكويت الكبيره عربي قادسيه الكويت خلينا نقول، توافق على العرض؟ صعب صعب جدا معناها على راسي، لانه تعرف انت الكوره معناها ما تسمحش والكوره صعبه جدا، وانا حاليا معناها اللي تشوف معناها الحفاوه اللي نلقاها من حب من 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 الشعب الكويتي وحب الشعب الكويتي افضل لي من نخسر ناس، لانه تعرف انت اذا كان باش تدرب القادسيه باش يزعلوا عليك العربي والكويت وفرق اخرى، اذا كان باش تدرب العربي نفس الشيء باش يزعلوا عليك القدسويه والكويتويه، اذا كان باش تدرب خلي الناس كل معناها تخلي نفس الفكره اللي خليناها واحنا مع المنتخب والناس معاك خير من اللي تقسم الناس. تابع الدوري الكويتي؟ تابعها. نسبة اللعب الفعلي تقدر تقيمها؟ شو كما قلت لك اولا الساعه باش نحكيو على لعب فعلي، اذا نحكيو على ملاعب كويسه قبل ما نحكيو على اللعب الفعلي، لانه اللاعب ما يقدرش يديك اذا كان ما فيش ارضيه تسمح له، واذا كان معناها كل كره تجي يلزمو 4 لمسات هو باش يعمل كنترول ويخلي الكره على الارض، ما تقدرش تحكي على السرعه والفاعليه والواقعيه واللاعب يتحسن ومردوده يتحسن ومردود المنتخب يتحسن ومردود فريقه يتحسن، كله مربوط ببعض. كاس الخليج عندها نكهه خاصه بالنسبه لكل الخليجيين هذا بدون ادنى شك، وصعب انك تقدر تتكهن، صحيح انه المنتخب القطري في افضل حالاته في الوقت الحاضر، لكن نرجع ونقول يعني كاس الخليج بالذات تصعب فيها التكهن من حسب خبرتي، لانه ممكن المنتخب اللي كنت انت مش قاري له الف حساب هو اللي ياخذ كاس الخليج. بدر فلتر هذا رايي شخصي حسب رايي انا، راهو بدر معناها من افضل اللاعبين اذا كان مش افضل لاعب خليجي في السنوات الاخيره، لكن بدر معناها مش مركز 100% على الكره، لو كان مع شغله ودوامه بدر لو كان جا مركز، لانه بالمهارات اللي عنده والسرعه متاعه وبالكره يلعب في فريق كبير في اوروبا بدون ادنى شك. انا كان خلطت على بدر عمره 19 20 سنه دربته، راهو لعب في مستويات اعلى من هذا، خاطر ممكن عقليه اللاعب العربي وعقليه سبيشال نتاع اللاعب الخليجي ما خلتش بدر معناها يعمل مسيره احترافيه كبيره، لكن موهبه وفلته من فلتات الكره.